اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلتو تيلي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات، اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب، جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. استاذ حسام اهلا وسهلا. ودائما اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بتنسى انت تنوع على الفيسبوك؟ لا، الفيسبوك متهيألي للساده المشاهدين هم موجود على هم مش مقصرين معانا على طول، هي موجوده على الشاشه. بس بس للاسف في ثلاث صفحات. الصفحه اللي موجوده دلوقتي ممكن بالانجليزي محمد سعد حامد، او بالعربي الاستاذ الدكتور محمد سعد حامد برضو ينفع. تمام. بس هي صفحه بقت مميزه دلوقتي ان شاء الله. ممتاز. هنبقى يعني نحاول نعمل سكرين شوت منها برضو، مش عارف كان في سكرين شوت منها قبل كده. اوكي طيب، واخد بال حضرتك. تمام. ايه ده، انت جاي على طول كده؟ ناخد استاذه سميه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ حسام؟ اهلا وسهلا استاذه سميه، اتفضلي. كل سنه وحضراتكم طيبين. وانت طيبه. وانت طيبه. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا استاذه سميه، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا فندم. انا قريبي اسمه سامح، عنده 49 سنه. نعم. هو صحته كويسه، ما عندوش سكر ولا حاجه، بس عنده كوليسترول الضار 245. جاله دوايين من بره، الاولاني اطور فيزيشن والتاني ايزي تيم. هو عايز يسأل سؤال، ياخد القرصين مع بعض ولا كل قرص لوحده؟ وهل في بديل للأدوية دي في مصر؟ في البديل اسم أتوزيت 40/10. أتوزيت 40/10 ده يغني عن الاتنين ان شاء الله، وياخد حباية كل يوم. بس انت بتقولي الدار 240، ده رقم كبير جدا. اتمنى انك تكوني يعني يكون المعلومه سليمه، اللي هو بنسميه ال دي ال. لا هي سليمه. لا، ما هو ال دي ال هو اللي بيبقى 240. متاكده؟ ده اللي هو الدار. عموما الدار مش الدار، احنا هنمشي على الاتو زد، وفي منه نوع مصري اسمه اتوريزا، ارخص شويه. يعني تقريبا الاتو زد حوالي 300 او حاجه اقترب من ذلك، 300 جنيه. الاتوريزا ممكن يكون 130 جنيه، والاثنين نفس الكفاءه، ونمشي بالمصري كويس قوي. اتوريزا 40/10، حبايه كل يوم قبل النوم او قبل العشاء. الف سلامه. شكرا شكرا استاذ سمعيه. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذ غانم، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا معالي الدكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا اتصلت بحضرتك قبل كده في البرنامج، وسالت حضرتك سؤالين على عندي الام في الكتفي. الصوت بس. استاذ غانم لو سمحت بس انقل المكان بتاعك، ويعني اتكلم بوضوح شويه لان الصوت شويه كده مش سامعين. انا حضرتك اتصلت بيك في البرنامج قبل كده. اتفضل. وبعدين حضرتك يعني جاوبت على بعض الاسئله لي، وفي بعض الاسئله حضرتك مش جاوبت عليا الها. ما ساعات الاخ اسمه ايه؟ استاذ غانم. يا غانم احيانا سن كم سنه يا غانم؟ 55. حضرتك احيانا بيبقى الساده المتصلين بيذكروا حاجات كتير جدا جدا، يعني ممكن ناخد نص حلقه على عيان واحد او مريض واحد. فاحنا هنجزقها بقى، معلش يعني كل شويه نمسك نقطه. اديني النقطه الجديده، قول لي القديمه كانت ايه اللي انا عالجتها والجديد ايه؟ السكر. واحد. حضرتك ظبط لي السكر طبعا قبل كده يعني، وعملت سينار على الجهه اليمين، كان عندي الام فيها. الجهه اليمين بالبطن. الجهه اليمين. طلع مراره ولا طلعش حاجه؟ لا، طلع اللي هو التشخيص اللي حضرتك قلت لك عليه، اللي هو مايلد فاتي ليفر. لا، ما هو مايلد فاتي ليفر ده ما بيعملش الام. يعني حضرتك لكن ما طلعش اي حصوات في المراره ولا في اي حاجه. طب الالم فين مكانه دلوقتي؟ الوقت ما فيش الم، حضرتك كنت كتبت لي دواء وانا خدت مشيت عليه. يعني اتحسنت الحمد لله؟ اتحسنت، لكن عندي بشكي من حاجتين. اتفضل. بشكي من كتافي. الو. معاك، اتفضل. بشكي من اكتافي، الكتف اليمين والكتف الشمال. مالهم؟ ما بعرفش ارجع دراعي ورا كده وانا نايم ولا ماشي ولا، حضرتك انا مدرس. الدراعين يعني. دراعين بالكتاف. طيب، هل حضرتك وعندي حاجة تانية برضو؟
اتفضل. يعني في رجليا من تحت لون الجلد ابيض شويه، يعني عامل زي ما يكون عليه جير كده. الرجلين ولا بين الصوابع؟ لا الرجلين وبين الصوابع، احس في حاجه زي جير كده، فقلت لازم اسال الدكتور محمد. طيب حاضر، اقفل وهجاوبك ان شاء الله. شكرا يا استاذ غانم، شكرا. هو بالنسبه لالام الدراعات دي لها علاقه بالمجهود اللي هو بيعمله، ولا سيما ان هو في بعض المدرسين بيكتبوا كتير، يعني بيحبوا هم بيشرحوا بيكتبوا، يا اما بيكتب على البورد على السبوره يعني، او بيكتب للطلبه ورق على طول ويصوروه. طيب. ففي الحاله دي بيكتب كميات كبيره قوي طبعا ما شاء الله، بيدي مثلا خمس ست. هنقر عليك يا اسمه ايه؟ استاذ غانم. يا عم غانم. يعني مثلا لو سبع ثمان مجموعات، في كل مجموعه ساعه، سبع ثمان ساعات في اليوم كتابه، ده كتير قوي. تمام. فانا لو قدرت تجيب مساعد ليك يكتب وتدي له قرشين ما جالاش حاجه، يبقى انا فتحت له مدرسه. دي دروس خصوصيه كده. ممكن طبعا، ما توجعوا من ايه يعني، الدروس العامه. النقطه الثانيه، ممكن ناخد حاجه اسمها جليفر ريلاكس او اي بديل ليه، لان جليفر ريلاكس ده دواء اساسي وطلع منه مشتقات كتير. حبايه بعد الاكل ثلاث مرات لمده اسبوعين وتوقفه، هتلاقي ايدك بقى كويسه ان شاء الله. بالنسبه لرجليك فكرني الاسبوع الجاي ان شاء الله، عشان عاوز اسال عليها كتير شويه. تمام. طيب هناخد الاستاذ سامح من كفر الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا فندم ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟ اتفضل اتفضل يا استاذ سامح. لو سمحت يا دكتور. نعم يا فندم. الو، معاك يا فندم. لو سمحت يا فندم، احنا مش بشوش من الكوليسترول، واحد نفسي من غده الصماء، مش هتدلنا، ومش عارف بالله عليك ان احنا نقسم الحاجات دي. طيب يا استاذ سامح. نعم يا فندم. نرجع تاني ونقول الصوت مش واضح، يعني يا ريت تبعد عن التلفزيون، لان ذبذبات التلفزيون مع التليفون عامله شوشره على الدكتور، مش عارف يسمع. معاك معاك يا فندم، انا بس خلاص يا فندم. معاك. شكرا شكرا استاذ سامح. اتفضل. عيد يا استاذ سامح. حاضر يا فندم. اتفضل يا فندم. بقول لك معاك يا فندم. معاك معاك اتفضل. بقول لك انا عايزك من بس طلب واحد من سيادتك يا فندم، احمي نفسي من الكوليسترول او من الغده الصماء يا فندم، اخد ايه ولا اعمل ايه؟ عايز احمي نفسي من الحاجات دي ما تجريش. انت سنك كام سنه الاول؟ انا عندي 35 سنه. وزنك كم كيلو؟ انا طولي 185 ووزني 70. طيب اتفضل اقفل التليفون وهكلمك. شكرا يا استاذ سامح، شكرا. يعني عشان بعده ام عبد الله. الكوليسترول والحاجات دي بيبقى لها علاقه بالنواحي الوراثيه. تمام. يعني السكر النوع الثاني والكوليسترول، في امراض اسمها امراض المتلازمات الايضيه او الاضطراب التفاعلي داخل الجسم. الامراض دي لها علاقه جدا بالوراثه، زي الكوليسترول العالي، اليوريك اسيد اللي هو حمض البوليج، السكر. الحاجات دي كلها بتبقى لها علاقه بالميتابوليزم او بالتركيبه الكيميائيه التفاعليه داخل الجسم، بتتنقل من الاب والام وكده. هو الراجل رفيع يبطل سجاير لو كان بيشرب سجاير، يمارس رياضه كل يوم نص ساعه، والباقي على الله سبحانه وتعالى. اكيد اكتر من كده ان شاء الله. ويحلل كل ست شهور. يبقى اكيد برضو التدخين وسوء التغذيه. يحلل كل ست شهور بقى، اللي هو كده اللي عنده، لو في مثلا في العيله تاريخ مرضي للسكر او كوليسترول او اليوريك اسيد او اي حاجه من دي مضطربه، فهو يحلل كل ست شهور مره سكر بعد الاكل بساعتين. والاكل هنا مش اي اكل. تمام. يعني ممكن اللي هو الاكل قلنا ازازتين كوكاكولا او ازازتين بيبسي، او ياخد 75 جرام جلوكوز او سكر عادي على كوبايتين ميه ويشربهم، وبعد ساعتين يجيب الجهاز وقاعد في مكانه، بنقولها 30 مره، ويروح عامل تحليل بالجهاز اللي هو الشريط ثمنه 2 جنيه. تمام. لو طلع اكتر من 140 يتصل بينا كل ست شهور، وبعدين يعمل الدهون في الدم. معلش استعمل شويه يا عم حسام، انا عارف. لا 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 لا، لا مفيش مشكله خالص. لا انا سامعك سامعك. بعد كده يتفضل مشكورا، كل ست برضه كل ست شهور يصوم 12 ساعه، من 12 بالليل لحد 12 الظهر. في الحاله دي ممكن يروح المعمل بقى، يعمل الدهون. تمام. اللي هي في الدم الاربعه هم عارفينهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب ناخد ام عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام عبد الله حضرتك من فين؟ الحمد لله. علي صوتك شويه بس يا ام عبد الله كده. كنت انا حضرتك من فين؟ وانت بالصحه والسلامه. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي يا ام عبد الله. يا دكتور محمد. اهلا بيك يا فندم. لو سمحت عندي سؤال في العظام، ممكن؟ ممكن ان شاء الله. ممكن؟
نعم. أنا عندي 4 أطفال يا دكتور. طيب جميل، سنك كم سنة؟ 15 و12 و10 و8. ما شاء الله. وسنك أنت؟ كلهم يا دكتور كلهم عندهم تقوسات بسيطة في الساقين يعني. أوكي، ده أنت عندك سؤال عايز أعرف. نعم؟ انت عندك تقوصات او ابوهم او عيلتكم؟ لا. طيب تفتكر كان عندهم لين عظام هم صغيرين؟ لا والله انا يعني ما تحكمهمش يعني على الموضوع ده، هم لما كبروا وظهر فيهم الموضوع ده. طولهم طبيعي؟ طولهم طبيعي الحمد لله. طيب ايه السؤال؟ السؤال عايز اعرف يعني هو في سنهم ده ايه؟ ممكن التقوصات بتروح من غير جراحه ولا لا من جراحه بقى؟ لا، هو التقوصات لو كانت بتاثر على الحركه بتاعتها. طب اتفضلي اقفلي وانا هرد عليك. شكرا شكرا ام عبد الله، خليكي مع الدكتور. يعني هو ممكن يكون كان في لين عظام وهم صغيرين، ولين العظام ده بيكون نقص فيتامين د او عدم التعرض الاطفال للشمس، عاده بيكون هو ده السبب، او ان هم ما خدوش فيتامين د في حياتهم واعتمدوا على رياضه الام، قصدي رضاعه الام الطبيعيه اول سنه. دايما اللي هو لين العظام بيبقى في اول من 6 شهور لسنتين. تمام. فاحيانا يسيب اثر بهذا الوضع، احيانا هو بيتظبط لوحده. لكن اللي يهمنا هنا سواء بقى لو كانوا صبيان بالذات، ما يهمنا شكل الرجلين قوي، ولكن يهمنا ان هو مؤثر على الطول، مؤثر على الحركه، مؤثر على يعني الوظيفه النوعيه للساقين. بس هل ده يحدث دكتور للاربعه بالتوالي؟ ما دي غريبه برضه، ما انا كده انا سالت قلت يمكن العم والخال وكده عندهم ولا الخاله، فقالت لي ما فيش. فهنا ان احنا دلوقتي نقيس فيتامين د للولاد دول كلهم، بس قالت لك الطول كويس، ونقيس الكالسيوم والفوسفورس والالكالين فوسفاتيز. يبقى هنقيس في الدم فيتامين د للاربعه والثلاثه، ونقيس كالسيوم في الدم وفوسفورس والكالين فوسفاتيز، ومش عايز اقول بقى نقيس حاجه ثانيه عشان ما نكلفكيش كتير. اعمل لنا دول وبلغنا الاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب وصلنا للاستاذه فاطمه من هنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا تفضلي يا أستاذة فاطمة. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي 45 سنة وعندي التهابات في المعدة والمريء من 20 سنة. فأنا دلوقتي يعني المعدة هي تعباني، وبقالي شهرين ثلاثة بحس كده بعد الأكل كده بحس بهبوء، ودايما بتجيني دوخة وصداع، وبالذات لما أقيس السجود مثلا لما باجي أسجد في الصلاة. تمام. قصة الضغط اللي كويس والسكر كويس لما بتظبط يعني تعبانه بصراحه وهي بتصلي. قصة الضغط والسكر يعني كويسين ما فيش حاجه، بس مش عارفه ايه السبب يعني الهبوط اللي بيجيني بعد الاكل والصداع والدوخه. بتاخدي علاج ايه للمعده؟ لا انا حاليا موقفه يعني مش باخد. والالم ما بيجيش شديد زي زمان؟ لا احيانا بيجي جديد. اوكي. هو عشان انا كنت باخد علاج الفتره دي يعني كورتيزون كنت باخد. كنت بتاخدي كورتيزون؟ ليه؟ اصلا عندي ذئبه حمراء بس غير نشطه. انت طيب والحمد لله السكر طبيعي والضغط طبيعي. وقفت الكورتيزون بقالك قد ايه؟ 7 سنين بس بجرعه يعني 5 مللي يعني. يعني انت حضرتك وقفت الكورتيزون من 5 سنين؟ لا انا باخد كورتيزون من 5 سنين. ووقفتي الكورتيزون امتى؟ ما وقفتوش باخده. بتاخدي كام حبايه؟ واحده بس اللي هي فلازاكور 6. بعد الفطار. قرص واحد بس. ما عملش عندك شكلك ما غيرتش في شكلك الكورتيزون ده؟ لا نهائي. طيب الضغط لازم الدكتور تروح تخليه يقيس لك الضغط وانت نايمه، والضغط وانت قاعده، والضغط وانت واقفه، وتبلغيني الاسبوع الجاي ان شاء الله. ماشي شكرا شكرا استاذه فاطمه. ناخد الاتصال اللي بعده، الاستاذ محمد من كفر الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي بكلم الدكتور محمد. اتفضل اتفضل يا استاذ محمد. والنبي يا دكتور، انا مريض سكر من 3 سنين. نعم. وحاليا دلوقتي باخد جلدة جوز بلد، قرص الصبح وقرص بالليل. جميل. بس انا ركبي بتوجعني جامد. ايه اللي بيوجعك؟
يا استاذ محمد، استاذ محمد ابعد عن التليفون. السكر بتاعي مظبوط، السكر بتاعي مظبوط، السكر بتاعي مظبوط. الصايم 81، الصايم 81 والفطر 102. عظيم. وزنك كم كيلو حضرتك؟ باخد فيلدا جلوز بلا صبح، قرص الصبح وقرص بالليل، وباخد ديماكرون 30 قرص الصبح. بس انا المفاصل بتوجعني وظهري. طيب المفاصل من امتى المفاصل وظهرك بتوجعك؟ يعني من حوالي شهرين يمكن. شهرين؟ من شهرين يا دكتور. ما خدتلهمش علاج؟ ما خدتلهمش علاج خالص. لا. طيب هناخد وسكر مظبوط. حاضر. هناخد بروفين دي حبايه بعد الغداء يوميا لمده 15 يوم ونوقفه بعد كده. الف سلامه. شكرا. شكرا استاذ محمد. ناخد الاستاذ محمد من هنا. السلام عليكم. قطع استاذ محمد. طيب هي فرصه ان احنا نقول ننوه تاني ان في مواضع قياس السكر او متابعه، يعني كيف يتابع مريض السكر معدلات سكره في الدم. تمام. هو دلوقتي الناس بتعتمد على اكذوبه كبيره قوي اسمها السكر التراكمي. والسكر التراكمي احنا عملنا حلقه مع بعض على هو السكر التراكمي يا دكتور اللي هو العشوائي. لا السكر التراكمي ده اللي هو يا اخي احنا عاملين لازم الحلقه دي نذاكرها. تمام. واخد بالك؟ احنا لان يعني واخد ضجه السكر التراكمي ده وبيكلف العيان تقريبا 70 80 جنيه تحليل، وهو يعني مش الاساس قوي. او اولا في 50% منه خطا، يعني المعامل بتعمل منه 50%. اتنين ممكن ان هو يدي علامات خاطئه لمعدلات سكر تراكميه، يعني هو ممكن يطلع عالي ويبقى فيه هبوط في السكر في يعني في بعض الاوقات، والعكس صحيح. تمام. يطلع واطي ويبقى فيه ارتفاعات في السكر في بعض الاوقات، لانه بيعكس متوسط معدلات السكر خلال 3 شهور. يعني مثلا ممكن يطلع طبيعي، الطبيعي بتاعه احنا اتفقنا من 5.5 ل 6%. تمام. ويكون طب طبيعي معناه ايه؟ يعني السكر الصايم 100 وبعد الاكل بساعتين 120 130. طب لو العيان كان بيعلى سكره في بعض الاوقات 170 الصايم وفي نفس الوقت بيوطى لحد 60، فلو جمعنا الاثنين على بعض هتلاقيك بيطلع 100. مره يطلع 60 مرة يطلع 170 ومرة 160 ولا 170 والاثنين خطر. فاذا ده السكر التراكمي ده عاوزين نعمل له يعني شوية كده نتكلم عليه 5 دقايق بس منفصلين لو عندك. تمام. حد عشان ما نعطلش الناس. عندنا امط الله والاستاذ ناصر. ناخد الاول امط الله. استاذة امط الله من الغربية، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حضرتك انا السكر بتاعي بقالي سنتين. معاك اتفضلي. بيبقى وهو صايم ساعات 120 وساعات 116. طب جميل. وانا سني 63. عظيم. وبعد الاكل بساعتين يبقى 160. طيب. وباخد حبايه بعد الغداء اسمها ب اسمها بيوجيل تابليس. ايه عارفه رخا قوي. بكام ثمنه كام يا حبايه بعد ايه بيشرب ثمنه ومش عارفه الحبايه العلبه ثمنها كام او كام ملي وانا اعرفها ان شاء الله. هي 850. يبقى سيدوفاج او جلوكوفاج. اسمها بيرجال تابليس. مش مهم ادام 850 هو ميتفورمين الاسم العلمي بتاعه. طيب بتاخدي كام حبايه في اليوم من الميتفورمين؟ باخد بعد الغدا بس. انت وزنك كم كيلو؟ انا وزني وطولي 160. وزنك كم؟ الوزن كم؟ وزنك كام يا حاجة مطلة؟ 90. 90. طيب السؤال ايه يا مطلة؟ انا كده كويسة حلوة يعني هتم ماشي على كده. طب اقفلي وانا هجاوب. شكرا شكرا دكتور هيرد عليكي.
انت انا هديك الدواء ده بس عشان وزنك ما يزيدش، لكن انت لو وقفت كمان الدواء اللي هو 850 ملي جرام حبايه بعد الغداء كل يوم، السكر مش هيحلى. لو انت وزنك كان رفيع كنت وقفت لك العلاج خالص وانت مش محتاج علاج. هي قالت الصايم كام يا حسام؟ الصايم 120. لا 118 116 والفطر كام؟ قالت كام؟ 160. مش وحش. انت بس حضرتك لو نزلت وزنك، انا عارف ان انت سنك 63 سنه، 63. لو نزلت وزنك الى 85 كيلو او 80 كيلو مش هتحتاجي اي دواء. سكرك كده لذيذ قوي وخليك على الحبايه. لو عاوزه اللي هو اللي بعد الاكل ال 160 يتظبط شويه، من حقك تاخدي واحده بعد الغداء او قبل الغداء وواحده قبل العشاء. تمام. وده مش علاج سكر الاساسي، علاج سكر الاساسي بتاعك هو ان احنا ننزل من 5 ل 10 كيلو بالمشي والى وله الاكل، وكده هتنبسطي قوي ومش هتوقفي، وهتوقفي كل الدواء. طيب ناخد الاستاذ ناصر من كفر الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسام اهلا وسهلا استاذ ناصر. ازيك يا استاذ حسام؟ الحمد لله. نعم اتفضل. عايز اكلم الدكتور بعد اذنك. اتفضل يا استاذ ناصر اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا بك يا فندم. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. اللهم امين. احنا وسيادتك. بعد اذن حضرتك يا دكتور، بيحصل لي انتفاخ في مقدمه الراس كده. هنا في مقدمه الراس. بيحصل ايه بقى؟ انتفاخ في المقدمه كده. طيب كده. طيب احساس بالانتفاخ ولا فعلا لما تبص في المرايه تلاقي في انتفاخ؟ لا انا بحس بيه، انا بحس بيه لما بيرتفع معايا، بحس جبهتي بترتفع كده. لا بتحس يعني احساس بانتفاخ مقدمه الراس صح؟ ايوه ايوه. سن حضرتك كم سنه؟ انا 43. وزنك كم كيلو؟ وزني 95. طيب القصه دي بقى لها قد ايه؟ القصه دي يعني ما بتجينيش الا في الشتاء يا دكتور، يعني في الصيف طول ما انا عرجان وعارك شغال الجسم حلو. طيب اتفضل اقفل وانا هرد على سيادتك. شكرا شكرا استاذ ناصر. هو الاحساس ده ممكن يكون فيه هناك جيوب انفيه موجوده في مقدمه الراس في المنطقه اللي انا بشاور عليها دي، وهي مش جيوب انفيه، هي دي عباره عن فجوات لها يعني قنوات بتفضي في التجويف الانفي، ودي فائدتها انها تخفف من وزن الجمجمه، لان الجمجمه دي عباره عن هيكل عظمي صلد، فلو فضلت ربنا سبحانه وتعالى ما حطش فيها هذه التجاويف هتبقى تقيله قوي. وده واحد. اتنين انها بتغير نغمه الصوت، بتعمل حاجه اسمه صندوق الرنين، ولذلك لما الواحد يجي له برد او يكون عنده التهاب في الجيوب الانفيه مزمن صوتهم بيبقى بايظ، واخد بالك؟ فانا اعتقد ان ده سببها، ولزيامه اللي شد انتباهي انها بتيجي في الشتاء، فدايما بتيجي في الشتاء. تمام. هو ممكن يستعمل حاجات بخاخات للانف، والبخاخات دي ما انصحش بيها، انا اديها له هنا لازم الضغط اطمن انه يكون كويس. او في قطره اسمها رخيصه اسمها بريزولين. بروزولين. نقطه في المناخير دي وفي نقطه في المناخير دي، ده الكلام ده لو كانت بتيجي متكرره. طب افرض غير متكرره، ما انا استحسنش نستعمل حاجه خالص. تمام. ناخد نتصل بعده؟ اتفضل. مدام ايلاء من البحيره، السلام عليكم. ولاء. سوري. حضرتك. ماشي. عندي دي. مدام لو ولاء. لو سمحت اكلم الدكتور. اتفضلي اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا على طول معدتي تعباني وما بتصحاش، فروحت للدكتور، بروح لدكاتره كتير، فاخر دكتور رحت له اداني انتودين واداني لابريكس، قال لي خدي حبيتين قبل ما تنامي، واداني حقن مقويات اللي هي به 12 دي. طيب كويس. فهل هو العلاج ده كويس؟ وده الحقنه دي قال لي تاخدها يوم فيه او يوم ما فيه. هو بصي حضرتك، العلاج ده بالك قد ايه بتاخديه؟ بتاخدي العلاج ده بقالك قد ايه؟ بقالي 6 ايام بس، خدت علاج قبله كتير للمعده. وتحسنت على العلاج ده؟ انا حاسه ان انا كويسه، والمغص خف اللي هو كان في جنبي بسبب القولون. خلاص جميل. هو فعلا يعالج القولون والمعده، خليك عليه 20 يوم 21 يوم شهر، وبعد كده وقفي. طب والحقن يا دكتور اللي هو كاتبها لي يوم فيه ويوم ما فيش عادي ولا لا؟ إيه؟ دي مقويات يعني، انتوا بتحبوا تشكشكوا حساسا والراجل. طب اتفضلي فعلا هكمل من عندي. شكرا. هو انا لا احبذ الفيتامينات خالص في الادويه، لانها يعني فلوس بتدفع كتير، واحيانا بيكون الفيتامين نفسه ملوش لازمه، والعيانين يحبوا يتشكشكوا يعني الحقنه يوم بعد يوم بما وراءها من طقوس، واخد بالك؟
نجيب الراجل يدي الحقنة. احنا هنطلع فاصل ولا حاجة؟ لا 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 يعني خد راحتك. ماشي. فهو الطقوس دي بيبقى فيها جو نفسي جميل جدا، واخد بالك ان عيان وجايين وهندي حقنة ومش عارف ايه واكسر واعمل، عارف الجو النفسي ده يخلي عيني خف. لكن هو في الاخر الادوية الفيتامينز بتاخد عن طريق الوريد او العضل دي كلها معظمها ما بيكونش الجسم محتاجها، ومعظمها بينزل في البول ويتخلص منها الجسم، يتخلص منها الجسم لان غير مقبول انها تختزن بالجسم، زي فيتامين ده. مثلا حضرتك ب وفيتامين ه وفيتامين ج اللي هو فيتامين سي يعني. تمام. دول كلهم الجسم اللي يختزنهم، بل بالعكس لهم اضرار احيانا، ممكن نبقى نقولها بعد كده. تمام تمام يا دكتور، انت قلت لي نطلع فاصل فنطلع فاصل. طيب يا سيد اتفضل. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل، انتظرونا. اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل. احنا كنا بنتكلم على يعني عدم جديه قياس الهيموجلوبين السكري او السكر التراكمي في الدم. تمام. السكر التراكمي في الدم دي عينه دم بتتاخد توالي سنتي تقريبا، وبتتعامل معامله خاصه، وبنقيس كميه الهيموجلوبين اللي اتحد معها السكر، واخد بالك. طيب نكمل الناس والابدا يعني، وبعدين ممكن نبقى. طيب ناخد الاستاذه سلوى من بني سويف. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله نعمه وفضل، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي يا استاذه سلوى. ماشي. بص يا دكتور، من سنه تقريبا يعني من شهر واحد اللي فات كان عندي السكر عالي، اكتشفته يعني كان 398، بس انا كنت يعني واكله بسبوسه قبلها ساعتها يعني، فانا اكتشفته بالصدفه. فطبعا رحت للدكتور كشف، فمشينا على برشامه كده، كل اسبوع كنت باخد برشامه واحده، ورحت حللت نزل كان كويس، وقال لي خلاص هناخد نص البرشامه برضو لمده اسبوع كمان، وبعد كده ايه نشوف برضو نحلل ونشوف النتيجه. فعلا خدت نص برشامه لمده اسبوع كمان، وبعد كده برضو يعني نزل 85، فقال لي خلاص انت كده مش محتاجة تمشي على برشام، تظبطي اكلك بس وخلاص. فعلا فضلت مظبطة اكل وماشية تمام وكل حاجة. بعدها يعني قبل السنة ما تخلص كده بشهرين حسيت باعراض سكر، بس كانت اعراض خفيفة غير الاعراض الاولانية خالص، يعني حمام بس بسيط مش زي المرة الاولانية. المرة الاول يعني كنت عطش شديد جامد، بس المرة الثانية لا كانت حاجات خفيفة قوي يعني. فروحت كشفت تاني طلع عندي 220. الدكتور مشاني على برضو اداني برشامه قال لي تمشي عليها لمده اسبوعين كل يوم الصبح برشامه، كان اسمه زانوجليد. دوانين؟ مشيت زانوجليد. مشيت عليه اسبوعين انا. ماشي كمان. مشيت عليه اسبوعين حضرتك، ورحت حللت تاني نزل ل 202. 202. بعد كده بقى طبعا قال لي لا انت بدل ما هتاخدي برشامه واحده بس الصبح هتاخدي برشامتين. فروحت غيرت الدكتور عشان برضه ابقى مطمنه ومتاكده اكتر. رحت للدكتور وبعد كده اعطاني برشام اللي هو البرشام الاولاني اللي خدت بس 18 بس، كان اسمه جلوفانس. جلوكوفانس. الثاني عطاني زانوجليد ومشيت عليه برضو اسبوع، وبعد كده رحت حللت صايم وفاطر. الفاطر طلع 114. نعم. الفاطر 163 والصايم طلع 118. بس ما كنتش واخده البرشامه في نفس اليوم يعني ما خدتهاش، هو قال لي هات البرشام معاكي فانا نسيتها. فطلع الفاطر 163 والصايم 118. ليه هو استني هو الدكتور الدكتور بيقيس لك السكر في العياده؟ لا انا رحت المعمل اللي عطاني اسم المعمل جنبه وحللت فيه صايم وفاطر. طيب كملي يا فندم. عطاني بقى اللي هو الزانوجليد ده انا ماشي عليه حاليا كل يوم برشامه الصبح على الريق. كملي قبل الفطار. كملي. وعطيني اللي هو ملجا اللي هو مقوي الاعصاب ده كل يوم برضه برشامه بعد الغداء. طيب قال لي دول طول العمر مع بعض الاثنين. علاج السكر اللي كام ملي جرام؟
علاج السكر كم ملي جرام؟ 30، مكتوب 32 ملي جرام. خلاص تخنك ولا حاجه الدواء ده؟ نعم. ورم رجليكي او كده؟ لا لا، انا كنت اصلا كان عندي يعني ما كانش في طاقه في جسمي خالص قبلها فتره كده، طيب خليني بس عاوز بس اسال ابتديت اتحسن يعني. طيب اسئله، وزنك كم كيلو؟ لا انا خسيت المره الاولانيه، انا كنت خاسه ساعه السكر، كنت خاسه حوالي 10 كيلو، فطبعا دلوقتي انا ما وزنتش نفسي من زمان، بس تقريبا حاجه و60 يعني، ما طلعش ال 70 يعني، اقل كتير. طيب اتفضلي اقفلي وانا هرد. حاضر، شكرا. طيب. شكرا استاذه سلوى. هو في اخطاء بيقعوا فيها الاطباء، وهو انهم اما السكر بتاع المريض اللي بيكون لاول مره يتشخص بمرض السكر، انه يوقف له الدواء عند تحسن السكر، سواء النوع الاول اللي هو بيجي للاطفال او النوع الثاني اللي بيجي للناس الكبار. والخطا الشائع ده معروف انه بيكون مردوده بعد كده، او هما ما بيكونوش واخدين بالهم ان المردود هيكون اسوأ مما ذي قبل. لان لازم نقول للناس ان السكر الجديد ده خالص اللي اول مره ياخد علاج بيتحسن على اي دواء. تمام. يعني اي اكل، يعني لو عمل ريجيم ومشي نص ساعه وخد اي دواء حتى من غير مشي او كده بيتحسن، لان الدنيا لسه جديده. صح. الثوب او القماشه جديده، اي قطع تقدر ترفها بسرعه وهي جديده حلوه، الاستقبال سهل. يعني الرفه او انك انت بتعملها بيسموها ايه، القماشه بتتقطع، اما القميص بتتقطع وبعدين يخيط، اسمها ايه، يعني يرفوا. لا اسم تاني غير الرفه، واخد بال حضرتك يعني. فهو بيبقى سهل، لكن اما القميص يقدم يعني السكر يقدم، فعشان يقعد يصلحه بتاخد وقت وبيتغير. المرحله اللي هي بتالي ظهور السكر، معلش عندك حد خليه، هي الاستاذه اسماء معانا، خليك على انتظار. خليك على انتظار يا استاذه اسماء، هنخلص ان شاء الله واسال حضرتك كويس قوي. يعني الفتره اللي هي بتالي يعني ظهور السكر والعلاج بيبقى اسابيع لشهور، ويتحسن السكر، وممكن اوقف العلاج كاملا ويفضل السكر متحسن لفتره قد تقعد سنه، بنسميها شهر العسل. تمام. وبحب انا اقول ان شهر العسل في الحياه الزوجيه ده مش شهر عسل حقيقي، حتى في الحياه الزوجيه. طبعا انت شايف انه حقيقي. طب قول رايك. طب ممكن انت نكتب له برشام ده ولا لا؟ يعني هو كاذب. اتنين بيتعرفوا على بعض ومش عارف ايه، يقعدوا هي تبين احلى حاجه فيها وهي تبين احلى حاجه فيه، وبعدين يتقلوا ضد بعض. ده عايزين لها حلقه يا دكتور. فانا عايز اقول ان السكر هنا خداع. كما هذا شهر العسل ما بين الزوجين خادع، ففي نفس الوقت تمام بالنسبه للسكر خادع ويخدع الدكاتره. فاللي حصل بالظبط معاه ان الدكتور قال لها انت كويسه قوي كده، خليكي على اكل وخليكي على مشي وايه وتبقي كويسه. دي الحته الوحيده اللي انا زعلان منها. تمام. النقطه اللي انا زعلان منها الثانيه، ان الاطباء بتعتمد على ان العيان تقيس له السكر وقتما يزور المريض الطبيب. واحنا اتفقنا يا استاذ حسام قبل كده ان السكر مش زي البولينه ولا الكرياتينين ولا وظائف الكبد ولا وظائف الكلى ولا الكوليسترول ولا الكلام ده، بيتغير بين عشيه وضحاها، ويتغير ما بين طرف عين وابتسامات واتفر يعني. فتغيير وقتي وزمني من دقيقه لدقيقه ومن 5 دقائق لـ5 دقائق، لانه هنا السكر ده ناتج لعمليات معقده داخليه جوه الجسم. طيب. منها المجهود، منها الاكل، منها الشد العصبي، منها السجاير. فانا اودي طب المريض اللي جاي للعياده ومش في ظروف عاديه، واوديه معمل يحلل وبعدين ياخد العلاج واكل ويحلل تاني بعدها بساعتين. هذه الظروف ظروف غير طبيعيه ولا تعكس حقيقه السكر في الدم، بتغير النتيجه. فانا اقول لزملاتي او الدكاتره اولادي ما يحللوش السكر يوم ما يكون جاي لك، ويحلل السكر كله في البيت، ما يحللوش في المعمل، لان المجهود اللي بيعمله بيغير من قيمة السكر. لو شد عصبي هيزود معدلات السكر، فالنتيجة في الحالتين يا زيادة سكر خاطئة تظهر كما لو كانت خطأ، او قلة سكر تظهر لو كانت خطأ، سواء عالي او واطي، فالاثنين لا يعكسون الحقيقة اللي هي ماشي عليها العيان. امال نعمل ايه؟ الكلام ده يعمله في البيت ان شاء الله قبلها بيوم او يومين، ومش في نفس اليوم. نفس اليوم يبقى مشدود المريض ده كله يعلي السكر برضه على فكره. نيجي بقى هي تاخد ايه دلوقتي؟ هي قالت اظن، فكرني، اللي بعد الاكل بساعتين اظن 160 تقريبا. واخد بالها؟ واخد بالها؟ احنا ممكن نزود حاجه اسمها فيلدا كلوز بلس 163 عشان نزود اللي بقى، نظبط اللي بعد الاكل بقى.
فيلدا جلوز بلس حبايه بعد العشاء او قبل العشاء يوميا. الى جل اللي تاخده هتبقى كويسه قوي. طيب معلش انا ناخد بنعتذر يا استاذه اسماء. استاذه اسماء من المنصوره، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عطلناك يا اسماء معلش. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتوره تحت امرك. اهلا بيك اتفضلي. اتفضلي. اهلا بيك يا دكتور. دلوقتي يا دكتور انا بقالي 5 سنين بلف على الدكاتره والله، وتعبت من المشكله اللي عندي ديت. عندي قولون، حاجه اسمها قولون تقرحي. تعرف القولون؟ لا بس استني بس بالراحه. التقرحي ده ليس تشخيص. التشخيص بيبقى مرض اسمه كرونز، ولا اسمه مثلا ألستوف كولايتس، ولا اسمه مش عارف اسمه هو ايه بقى. التاني ده هو التاني اللي انت قلت عليه ألستوف كولايتس. اه طيب التشخيص منظار. سنك كام سنة؟ انا عندي 24 سنة. العيلة فيها حاجة زي كده قبل كده؟ لا والله دايما الدكاتره بيقولوا لي كده، بس مفيش حد. طيب عندي في العيله في مش كده. المفاصل فيها اي مشاكل عندك؟ اه عندي التهابات في المفاصل شويه. اه المفاصل الكبيره ولا الصغيره؟ ظهرك بالذات؟ اه ظهري من تحت على طول كده. من عند المقعده كده. اه طيب بتاخدي ادويه بالتاكيد طبعا. دلوقتي يا دكتور انا كنت باخد بكورتيزون اللي هو سيروبريد 20 حبيتين بعد الفطار. 40 يعني بيريحني شويه. اه وكنت باخد البنتازا. ايوه وكانت بتريحني برضو شويه. وبعد بتدريجيا بسيب الكورتيزون. كل ما بسيب الكورتيزون برجع اتعب تاني، اسهال بدم. يعني انا دلوقتي ما باخدش اي ادويه، عندي اسهال ونزيف دم على طول، ما بنامش من كتر دخول الحمام. متجوزه ولا مش متجوزه؟ اه انا متجوزه وعندي اطفال طفلين. طيب بصي انا انصح. طب اتفضلي اقفلي وانا هقول لك. شكرا يا استاذه اسماء شكرا. يعني هي البنتازا والكورتيزون ده بيبقى اخر حلول موجوده، ولكن في حلول تانية بيولوجيه غاليه. انا اعتقد ان احنا عندنا في الدمرداش عياده متخصصه للامراض المناعيه. تمام. اخبار انا لا اذكر الحقيقه ايامها كام، لان ممكن تعرض عليها على زملاتنا بتوع الروماتيزم، وهم لان ده جزء الروماتيزم، يعني هو مرض مناعي يصيب المفاصل ويصيب القولون، والاثنين سبب واحد يعني، وعلاجهم الاثنين بيكون واحد. الـ 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 الادويه اللي هي بتاعه المناعيه اللي هي بيسموها بيولوجيك يعني الحيويه دي غاليه. تمام. فالحكومه دلوقتي بتساهم انها بتجيبها على حسابها، فهي تروح للدمرداش ان شاء الله، وهو في قسم متخصص في هذا الموضوع، وتروح تكشف وان شاء الله يعملوا له علاج على نفقه الدوله وتبقى كويسه. ممكن. لو هي مش عايزه تروح في دواء زمان اسمه سلازوبايرين، ده بتاخد حبتين قبل الاكل بنص ساعه 3 مرات في اليوم الى جانب اللي بتاخده. المشكله ان الكورتيزون ده برضه له اثار جانبيه مش كويسه في السن الصغير ده، هتمشي على 40 مللي ده كتير. ولازم على فكره بيوصل ل 60 مللي احيانا. ده بيبقى مؤقت يا دكتور ولا ممكن؟ لا والله كل ما بتوقفه واضح انها بيرتد عليها المرض. وطبعا لازم تخلي بالها من السكر والضغط دائما، وتجرب كده ممكن ان شاء الله سلازوبايرين حبتين قبل الاكل بساعه 3 مرات في اليوم الى جانب اللي هي بتاخده، ونشوف ان شاء الله هيكون الجو عامل ازاي. يعني في حاجه كنت ملاحظها دكتور وانت بتتكلم يعني حضرتك في الحاله اللي فاتت، ان المفروض مريض السكر ما يوقفش الدواء على طول. طب ازاي يعني مريض السكر يعلم امتى ان هو يوقف الدواء؟ لا هو بص، هل دي الدكتور ولا لا هو السكر عاده اما بيجي خلينا نقول قدامنا من 3 ل5 سنين ما نتفائلش انه يقف. 3 ل5 سنين. اه هتقول لي يعني ايه يقف؟ يعني اللي هو الـ 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 الاختفاء الدائم الغير قابل للرجعه. تمام. يعني علاج نهائي راديكال، بنسميه راديكال كيور يعني قاطع. يعني السكر ممكن عارف الريديكيليه يقول لك ده حزب ريديكالي يعني قاطع، هو راي واحد. تمام. حضرتك الريديكاليه فراديكال مينز قاطعه نهائيه. طيب اتفضل بدل ما نتكلم في السياسه نتكلم طيب. في الطب احسن. ناخد استاذه دعاء من اسيوط. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور انا حاسه ان معدتي عايزه اسال يعني استفسار عليها. معدتي كل ما باكل اي اكل بحس اني طالع حرجان وبتزمني، وكل شويه عايزه اكل تاني. يعني ابقى لسه واكله
وكل شوية عاوز أعيد الأكل من جديد. طيب. وحاسة إن أول مصاريني كده هوتي بعد المعدة من تحت طوالي، أما يجيني فيه أيام وما يضغط تحت الصيح كده زي ما يكون فيه سكاكين وما تقصر، مش أما يهدى غير لما أخد مسكن. حضرتك عملت منظار معدة؟ أنا عملت، قال لي عندك التهابات في المعدة ده من حوالي سنة كده. عملتي أشعة تلفزيونية على البطن؟ عملت أيوة أشعة تلفزيونية على البطن، قال لي عندك التهابات في المعدة. لا طيب البطن، بصي الاشعه التلفزيونيه لا ما بتبينش المعده. ايوه. اللي قال لك انت منين؟ اسيوط. انا من اسيوط من مركز البصير. لا اللي عمل لك الاشعه ده يعني كان بيهزر، فهو الاشعه التلفزيونيه ما بتبينش غير الاعضاء الصلده، يعني اللي هي مصمطه زي الكليتين، الكبد، الطحال، تمام، الى حد ما البنكرياس، المبيضين، الرحم. يا دكتور انت تنصحني بعمل، طيب اعمل ايه علشان اعرف ايه المشكله اللي طيب الادويه اللي خدتها ايه للمعده حضرتك؟ والله انا اداني علاج بس مش فاكره اسميه بالظبط لان اديله فتره. طيب فيني وانا هرد على سيادتك. شكرا استاذ دعاء، شكرا. هي بص احنا عندنا، انا عارف معاك حد دخله وانا ارد عليها. استاذ ممدوح السلام عليكم. انا بسلم السلام. بسلم بس خليك على الانتظار، خليك بس شويه بس عشان حضرتك نحسسك بالالفه كده ان احنا مع بعض. دلوقتي حضرتك في الام المعده في منهم نوعين، في نوع اما ياكل يجيله الالم، وفي نوع اما يجوع يجيله الالم. وبالتالي اللي بيجوع يجيله الالم ده يقوم يفضل ياكل كتير، ومعظمهم بيبقى وزنهم اعلى من الطبيعي زي حالتنا اللي هنا دي. تمام. ودي دايما يكون الالتهاب في الاثنى عشر، اللي هم اللي يجوع ويجي لهم الالم يجي التهاب في 12. ده الم يعني يحس بالجوع ولا الم؟ لا يحس الم، لا الم حرقان، حرقان او مسمار او شكه في المعده هنا. تمام. احنا يعني هنمشي يا ست الكل على، انا هكتب لك دواء خفيف ورخيص، يعني هنكتب هيستاك. هيستاك 300 مللي جرام، حبايه الصبح حبايه بالليل لمده 21 يوم ان شاء الله، ونشوف كده يعني حاجه رخيصه كده وتمشي معانا ان شاء الله. استاذ ممدوح رجعنا لك تاني. هلو. الو السلام عليكم يا استاذ ممدوح، اتفضل. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. الو سامعينك، سامعينك يا استاذ ممدوح، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور حضرتك انا عندي سكر من النوع الثاني. الف سلام عليك. الو انا سامع سيادتك يا فندم، اتفضل. انا معاك يا باشا. اتفضل. بقول لك انا حضرتك معايا عندي سكر من النوع الثاني. ايوه. الو يا سيدي انا سامعك والله. ماشي ماشي. بقول لك انا عندي سكر من النوع الثاني. الف بار الف سلامه. الله يسلمك. فجيت الدكتور وصف لي حبايه ونص دواء. تمام. اتفضل. فجيت امبارح اخذت حبايه زياده. فالسكر بدا عندي مش عارف اعمل ايه. السكر كام دلوقتي؟ السكر ودي خالص بس مش عارف كام. انت حاسس بايه؟ نعم؟ ايه اللي بتشعر بيه؟ احنا من الصبح عزلان ونايم على كده. نايم على نفسك يعني؟ الدواء اسمه ايه اللي بتاخده؟ تعبان والله. الدواء السكر اسمه ايه؟ جوفرجين. اسمه ايه؟ كم ملي؟ طيب كم ملي؟ ايوه كم ملي العلبه مكتوب على؟ نعم يعني الدواء الحبايه مكتوب عليها او العلبه مكتوب عليها رقم كده 30 5 60 مكتوب كام؟ يا استاذ ممدوح، استاذ ممدوح مكتوب عليها 8 خلاص. طيب ممكن يكون الاماريل مثلا، اسمه اماريل او ولا دولسيل. طيب اقفل وانا هرد على سيادتك. شكرا استاذ ممدوح، خليك مع الدكتور. يعني هو بيقول لي السكر وطي وهو مش عارف السكر مستوياته كام. دايما السكر اما بيوطى يعني هو ممكن ياخد حبايه زياده حبايه نقص، مش لازم يكون وطي لان الاعراض دي ممكن تتشابه مع الوطي، هو يعني مش عارف حتى. فانا انصحه ان يجيب بس جهاز من الصيدليه تحت
ويقيس ويقيس، لو لقاه فوق ال 130 يبقى خلاص مش وقت، 120 حتى كويس، 110 كويس. هو كان بيقول يعني بس عاوز اقول حاجه، ونايم. لا اللي بياخدوا ادويه، لا ما هو بص حضرتك حلوه قوي اللي انت قلتها دي، يعني هل الراجل اللي هو بياخد دواء سكر وخد جرعه زياده اما يجيله دوخه وينام معناها ان السكر هبط اقل من الطبيعي؟ جاوب. لا طريقه السؤال يبقى لا. لا ليه؟ يعني تخيل ان هو ماشي على دواء وسكره مثلا 220 بقاله 6 شهور وبقاله سنه وبعدين خد حبايه زياده فالسكر نزل بقى 140، السكر الطبيعي احنا عارفين 80 ل 100 صح، يعني مازال عالي تمام. بس هو هيستشعره ان السكر وطي. أجهزة الجسم المختلفة هتتعامل مع الحالة كما لو كان هناك هبوطا من نقص السكر أو هبوطا من معدلات السكر في الدم. هيجيله بقى النوم والخملان والحاجات دي كلها، وممكن يقيس السكر دلوقتي 160 170. طب ليه؟ لأن الجسم معتاد على 220 و230 و240، فإنه نزل فجأة النسبة الكبيرة النسبية دي الجسم بيقراها إن السكر هبط وهو ما هبطش، هو ما هبطش وما لهوش خطوره كبيره. يعني هو انا خاف خطوره امتى؟ لو سكره اقل من 100 مثلا في السن بتاعه، فبيقول لك خلصنا اقل من 100 خلاص يا سيدي. فهو لو اقل من 100 نوقف، فهو يجيب يقيس السكر دلوقتي. طيب افرض مش عندوش يقيس السكر، تمام، ياكل اكله عادي بقى. يعني ليه؟ وخلي بالك الحبوب دي ساعات بتشتغل لمده يومين، يعني ممكن انخفاضات سكر، يعني كل دلوقتي حاجه مثلا مراته عملت له بيضه كلها سكر اتعادل، بعد 3 ساعات تتوقع السكر يوطى تاني لمدة قد ايه؟ لحد ممكن يومين. فالاعراض دي ممكن تلازمه، ولكن احنا شغالين كده عاملين زي العمي. هنقفل يا ريس. والله دكتور محمد يعني طيب احنا بنقول تصدق ام لا تصدق. طيب احنا خلصنا، بس عايز اقول ان احنا بنعالج مش بنعالج، احنا بنشخص الحالة وبعدين ندي العلاج المناسب. والناس ما شاء الله دلوقتي بدأوا يدوا اعراض مش زي الاول، اديني حاجه للمعده واديني حاجه لا لكده. لا خلاص هم فهموا، فاحنا بنشخص دي. واحد اتنين، هذا البرنامج غير تسويقي وغير ربحي، ومش عايزين، انا لا بسوق لشغلي ولا بسوق لعيادتي، انا جاي اعالج الناس بنيه خالصه وبنيات خالصه اكيد. والدليل على هذا برضو البرنامج بتاع الفيسبوك اللي فيه نسبه الاتصالات والمشاهدات. احنا عندنا 10,000 مشاهده دلوقتي بفضل الله، عدينا ال 10,000 بفضل الله يعني، وده الحمد لله يعني. ويبقى نقول لهم على يوم الاثنين بقى. طيب الكنترول بيشكرني، مش عارف بيشكرني لحسن الاداء ولا بيشكرني علشان اقطع اخلص البرنامج. بس نقول لهم يوم الاثنين الساعه 9 ان شاء الله على صفحه الاستاذ الدكتور محمد سعد حامد، بالعربي وبالانجليزي محمد سعد حامد برضو. هي على ما اعتقد بس الصفحه يعني بيبقى افضل لان ساعات بيبقى وكده يعني. ومن 9 ل 10 يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. دكتور محمد اشكرك جدا. العفو يا فندم. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت لميديسن. اشكركم لحسن المتابعه والانتباه والمشاهده، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.